يوم العب معايا بقى حرام بقى حرام ده ما حدش طايق نفسه يوم العب معايا انا اجازه العب فيها قوي ليه يا راجل عم حدش بيلعب معايا يا ابني انا مالي يا ابني انا هلعب معاك ليه اصلا وانا من سنك ما انا زهقان عايز حد يلعب معايا انا مش هلعب اصلا مش طايق نفسي توكل على الله امشي روح العب معايا شويه صغيرين يا ابني انا مش طايق نفسي اصلا شوف العرق اللي انا فيه روح يا محمد دلوقتي عشان الجو حر جدا يا محمد امشي يا محمد بالله عليك يا محمد الله وصل بحر حلو قوي يا عمر تسمع بتعملوا ايه يا ماما ينفع تلعب معايا لا يا محمد دي العاب اولاد مش في سنك روح يا محمد العب اي حاجه تانية يا بابا ايه اللي حصل ايه من الصدفه علشان ما لعبتش معايا طب انا مالي ما تروحوا تتصرفوا مع بعض يا بابا ما تعمل اي حاجه هو الواد احنا مش هنخلص بقى من القرف بتاعه ولا ايه انا ما اعرفش ايه ده روح اندهلي للدكتور بسرعه حاضر انا هوريك يا محمد النهارده يا دكتور يا دكتور تعالى بقى اشوف حل مع محمد عشان هو النهارده تعبنا جدا يا شيخه والله العظيم انتوا تعبتوني كلكم انت تعبتيني وابوك تعبني واخوك تعبني ارحموني بقى شويه وقولي لابوك غير دور ده اللي كل شويه حاطه في الفيديوهات تعبتوني معاكم اتقوا الله فيا روحي يا ستي انا جاي وراكي دلوقتي دكتور جه فين زفت الطين ده؟ اهو تعالى انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ والله العظيم هوريك النهارده تعالى ده انا هوريك انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ تعالى لي هنا هاتي لي الحبل بسرعه يا مايا هاتي لي الحبل بسرعه لا 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 هاتي لي الحبل بسرعه يا مايا انا هطلع عينك النهارده لا لا امسكه لي كده امسكه لي يا مايا لا امسك لي رجله يلا يا دكتور خلاص تستاهل خلاص وانتبهي تسمع الكلام بعد كده اسمع الكلام حسك عينك تعمل مشاكل حاضر سيب كل يا موي لا وانتبهي كفايه حسك عينك تعمل مشاكل بعد كده